أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة نستضيف رجل أعمال. معنا اليوم الأستاذ تامر من أوف رود كيتشن. أهلا أستاذ تامر. أهلا فيك. أهلا. بداية نرحب فيك معنا بالبرنامج، ونتمنى بالبداية عرفنا المزيد عنك وعن خبرتك الطويلة في مجال المطابخ. يا أمين. أول شيء أمين، أهلا وسهلا فيكم محلكم الصغير أوف رود كيتشن. أنا اسمي تامر راشد من سوريا. بلشنا بالبزنس تبعنا من سنة بالشركة تبعنا، أسسنا كمطبخ الأمريكي والشرقي مع بعض، هو اسمه الأوف رود كيتشن، يختص بالأكل العربي والأكل الأمريكي. أستاذ تامر، ممكن تخبرنا المزيد عن المأكولات والوجبات اللي بتقدموها، وكيف تميزتوا عن غيركم بتقديم هذه الأكلات؟ هلا بالنسبة للأكلات، نحن هلا بالنسبة للأمريكي طبعاً بصلصات، الصلصات المتميزة عندنا بطريقة التقديم، بطريقة الجودة، المواد المستخدمة كجودة لحمة، كجودة دجاج، ككواليتي تبع الفود بشكل عام، نعطيها، نحاول نعطي الكوزين الأصلي تبع الوجبات نفسها كأمريكي. وتميزنا بالباكجينج، باللاتي ستيشن عندنا مثلا بيطلع التيم تبعي كستاف بيطلع بيقدم الأكل الجاهز كباكجينج، كبرجرز رو آيتم بينطبخوا عند الكاستومر بالحدائق، بالفلل، بالصحراء، بالبر، كطبخ مثلا كبوفيهات كيترينج خارجية أو دور لايف ستيشن مثل ما حكينا، يعني بيطلع كله صف كامل. أستاذ تامر، بعد النجاح الرائع اللي حققته، ما هي خططكم، ما هي رؤيتكم المستقبلية لأوف رود كيتشن؟ هلا إن شاء الله خططنا نحن ما بتوقف، ضل على طول أحاول أتقدم بأفكار جديدة، بأكلات جديدة، خصوصا موضوع الأكل، موضوع الأكل هو بحر، فلازم على طول نعطي أفكار جديدة، على طول ما نعطي أشكال جديدة، تقديم جديد، خطط جديدة. وأكيد نحن إن شاء الله نحن هون بدولة الإمارات، طول ما نحن موجودين هون أرض خير، أرض معطاءة، فيها أرض خصبة لمشاريعنا إن شاء الله، ونطور حالنا ونطور حالنا فيها إن شاء الله. أتمنى لكم دائما التوفيق. شكراً كثير. شكراً كثير. أستاذ تامر، أنت كرائد أعمال ومقيم في دولة الإمارات، ما هي نصيحتك لأي حد عنده طموح يأسس عمله الخاص داخل الدولة؟ هلا أنا كنصيحة، أنا يمكن نصيحتي إنه واحد بهون، واحد كبزنس فينا نقول إنه لازم يقوي قلبه بأي بزنس إن كان، لأن قوة القلب هي اللي بتعملك رجل ناجح. أما اليوم بتضل خايف ومتردد وهيك، ما بعمرك رح تصير. طول ما قويت قلبك وفتت بالمشروع، ورح تيجي على حالك، ورح تخسر ووقتك، ورح تخسر كثير، بس بالمقابل رح تلاقي نتيجة تعبك اللي بتقيها بالمستقبل. بالنهاية أستاذ تامر، بدنا تخبرنا ليش اخترت دولة الإمارات لتكون بدايتك لتأسس فيها عملك الخاص؟ دولة الإمارات مثل ما حكينا هي الأرض الخصبة فينا، كأرض خصبة فينا كمان لمشاريعنا، لكل شيء فينا نقول تفتح لك مجال بشيء، كل كأمان و واستثمارات قوية بالبلد، وعلى طول بلد متطورة، ما بتوقف على شيء معين، على طول في تطور، على طول كل المجالات في نقول، مش كـ FMB بس. بالنهاية أستاذ تامر، بدنا تخبرنا وتخبر جميع المشاهدين كيف بنقدر نوصل ونتواصل مع أوف رود كيتشن. هلا نتواصل مع أوف رود كيتشن عن طريق السوشيال ميديا، انستغرام والفيسبوك، وبلس الأرقام التليفونات الموجودة معنا هون، طبعاً تحكينا كل القصص. شكرا جزيلا استاذ تامر. نشكر جميع طاقم العمل في اوف رود، بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح. شكرا لكم، وشكرا لدولة الامارات الحاضنة هالمشاريع الصغيرة تبعتنا، واهلا وسهلا فيكم. الى هنا اعزائي المشاهدين، نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.